تعيش سواحل مدينة طنطان منذ زوال اليوم الجمعة حالة من الاستنفار الأمني الكبير، وذلك بحثاً عن عدد من البحار المفقودين في حادث غرق سفينة للصيد الساحلي صنف الخيل. وكشف مصدر خاص لقناة شوف تي في أن السفينة التي كانت تقل حوالي 16 فرداً تعرضت للغرق نتيجة سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية التي أدت لهيجان البحر، ما تسبب في انقلابها واختفائها رفقة طاقمها المكون من 16 بحاراً. وفور علمها بالواقع استنفرت مصالح البحرية الملكية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية مختلف فرقها المتخصصة في الإغاثة والإنقاذ، وهرعت لمكان الحادث حيث شنت حملة تمشيط واسعة بحثا عن المفقودين، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق دقيق حول الحادثة لمعرفة سبب وقوعها وللكشف عن حيثيتها وملابساتها.